حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. ما ثماش أدنى شك بأن المال من بين أكثر أسباب بهجة الحياة وزينتها. المال محبب للنفوس فطرتها. يقول المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن الإنسان إذا ماشي ساير نفسه في كل ما تشتهي يخرج عن آدميته، يصبح يستبيح كل شيء في سبيل إشباع رغبات نفسه، وهي رغبات لا تنتهي، وخصوصا فيما يتصل بالرغبات المادية من أموال ونساء ومختلف متع الحياة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فلا بد إذن من إرغام النفس، من جعلها تقبل بالموجود. يقول الإمام البوصيري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. يقول أحد الشعراء: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. ثم ناس والعياذ بالله عندهم شره غير عادي، الشبعة ما تدورش في كروشهم، وهذوما ولا شك مرضى، مرضى بما يعبروا عليه بالقحط، مقحوطين. بكر يقولوا: أعوذ بالله من المات للقحيطة والخدمة الشطيطة. ثم صنف آخر من الناس ما يملالهم عينهم شيء، كانوا بكر يعبروا على الصنف يقولوا قنشوا للسماء، يعني ينظروا بتعالي. هؤلاء أيضا مرضى ومسكونين بمركب العجب والغرور. للصنف الأول يحس بالسعادة، ولا الصنف الثاني يحس بالسعادة، وبنادم ما يلقى سعادته وما يفرح بحياته كان إذا تشبع بروح القناعة. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: من رضي بما قسم له استراح قلبه وبدنه. يقول أحد الشعراء: هي القناعة فالزمها تعش ملكا، لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ يحكي على تاجر صاحب ثروة كبيرة ما رزقوش ربي بظناء، لكن هو رجل مؤمن ما أيسش من رحمة ربي، وقعد ديما يدعي ويتضرع للمولى، حتى دعوة من الدعوات صادفت باب العرش محلول، حبلت المرية ولدت وليد، كبر هكا الوليد، اتعلم مكتب من ربي، ومنها شد جرة بوه في التجارة وصنعت بوه ما يعايروه، وتعلم التجارة على قواعدها. أي عرس بسمح طفلة في البلاد كل الشمس ازرق ولا خليني نزرق، والخير خير من أهله. وبدأ هيك الراجل يقصع ويوسع، ما ثماش شكون ياكل ماكلته ولا يلبس لبسته، وهو في أرغب العيش هو وبوه وامه ومريته. حتى جاء الحق اللي لازم منه، مرض بوه ومشى عند رحمة ربي ورث ولده اللمة واللي ثمة. زادت أمه كتبت له مصحلها في راجلها، هو كيف الجيتارة اللي يكتب رزقه الكل في حياته مش باهي، ما خيرش الواحد يخلي تحت راسه حويجة ما يعرفش هالدنيا شفيها. لكن صاحبنا كان ولد أصل، ما فرطش في يمه كيف ما تعمل ياسر ناس للخير، وكل حد لازم يجي نهاره. ومرضت أمه ومشيت عند رحمة ربي، وقعد هكا الولد راسه راس المرية، ونزل عليه الدمار، ولا ديما حزين على أمه وبوه. نهدت تنهيدة وهيختها 6 ولا 7 شهور وهو عليك المعدل. هم زاد السوق مهم ياسر، نهار سكر الحوينطة متاعه وجا داخل داره، وعرض واحد من صحابه القدم
سلموا على بعض ومن قالوا لي ما تقليش ايش بيك يا راجل غابر روحك، لا تخرج لا تصهر لا تتفرهد يا اخي، شكون قاموا معاه الدنيا فيها الموت. ودخل تحت راسه كيف سلاح الشيطان، وقعد في جرته وقعد في جرته حتى دماه على الصهرية والدخان ولعب الكارتة وما تابعه، وشوية شوية حتى ولا سيخينا مدمن وسلم في خدمته وضيع حرفاوته وما فاق على روحه كان كل يد خذت يدها. وبدأ يبيع من رزيق اللي خلاه لبوه ويصرف يبيع ويصرف، ومشيت هيك الماكل ومشى هيك الخير ومشيت هيك اللبسة الباهية. المرية متعلمة بالعز ما دينتش النقص، سلمت فيه ومشت لدربها. وقعد هيك الرجل يبوم وحده، وهو كل نهار يزيد يتعب حتى ولا دبشه عليه غزل وما هوش يلاقي ما ياكل. قال نهج من هالبلاد خير من نقعد الشماتة والعار. طاح الليل وشد الثنية وهو مسكين الجرد على الحم، ياكل الحشيش ويشرب من الغدران، حتى دخل بلاد ثانية وتعرف على واحد من التجار خدمه معاه. هو عرفه جديد، نهار من الأيام جهز قافلة متاع جمال وخرج يتاجر بها. قام معاه هما في الصحراء وفعليهم الماء مش يعدموا بالعطش. قال له عرفوا برا امشي صحاح لو جنا على الماء. هالصاحبنا قرب على ظهره وابدأ ماشي يتبع في الطيور وين تحط حتى وصل البير. حمد ربي وجاء هابط يملى الماء ويوقف على راسه راجل شديد عديد في يده سيف. قال له وين ماشي؟ قال له ناخذ شوية ماء. قال له ما نخليك تاخذ الماء كان ما تقلي شنو خير الطعام وشنو خير الباس وشنو خير الزواج. اتنهى صاحبنا تنهيده تنشف البحر وقال له الطعام ما حضر والباس ما ستر والزواج ما عمر. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.